هاي كيفكم؟ حلقة جديدة من ساركازم شو. ضاعنا بطلنا نعرف نحكي، مليانة أخبار. أنتم بتعرفوا إنه لو كريستوف كولومبوس كان متزوج لبنانية ما كان اكتشف أمريكا؟ أبداً. بدكم برهان؟ أول شيء كانت بلشت، وين رايح؟ مع مين رايح؟ ليش رايح؟ كيف بدك تروح؟ ليش أنت بالذات لازم تكتشف أمريكا؟ في يروح معك؟ أنت راجع؟ راجع على الغداء؟ شو رح جيب لي معك من هونيك؟ كيف تاخذ هيك قرار بلا ما تقول لي؟ منك ملاحظ انه روحاتك كترانه على هالايام مع امريكا؟ شو لك بامريكا؟ اذا بتظهر برات البيت انا رايحه عند امي. انا ما عم بفهم من وين طلعت لي بقصه امريكا هيدي؟ يعني اكيد في شي وحده هونيك حاطت عينك عليها؟ هلا طبيعي بعد كل هالشي كون جواب كريستوف كولومبوس بطلت روح. الاسبوع الماضي رجع سعد الحريري على لبنان، مثل ما قلت لكم قبل، يعني جاي 72 ساعة بس، ما عنده فرص، جاي على حسابه حرام، يعني جاي unpaid leave. بس شو؟ الشيخ سعد جاي مغير لوك، مغير لوك، قاصص قصة غير شكل، ذكرني بأول قصة من قصة لأولادنا. دخلكم لاحظتوا؟ كأنه مش قر شوي؟ أنا هيك حسيت، ما بعرف شوف الصورة. بلا 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 فيها شوية شقار. لا هلا أول زيارة عملها لوين؟ لوين؟ لا مش على بيته مخرج، لا راح على القصر الحكومي زار الميقاتي. بيته قصدك القصر؟ حتين منك هين، منك هين مخرج، منك هين. طيب معك حق، راح على بيته. شوفوا الحريري بشوفكم ب 14 باط ومئاتي، هو بيستقبلنا مش نحنا بنستقبله. طلعت غلطان مخرج، طلعت غلطان، طلع راح على بيت بيو السرايا. هو بيستقبلك؟ هو بيستقبلك؟ والله مش الحق عليكم، الحق على هالنظام يلي مغطيكم. هلا الشيخ سعد مفكر انه اذا عمل ليفتنج للشعرات رح ننسى الماضي. وابن مين هو؟ على فوقه من هلا. مش تقولوا لي هلا مش حلو نحكي عن الموتى، عم بحكي عن افعال الموتى. ما بقول الواحد ما بياخذ معه شيء بهالدنيا بس افعاله بتخبر عنه. اوكي انا عم بحكي عن هالافعال، اوكي ماشي الحال. طيب مهم، طيار المستقبل يلي بقي منه جمعوا ونزلوا على ساحه الشهداء، كانوا ناطرين خطاب بهز الدنيا، نصرك هز الدنيا، يعني ايه زيت ستيل نصرك هز الدنيا، بس يعني ما بعرف شو بدي لكم، ما عمل خطاب هز الدنيا يعني. وكان الاعلام ناطر خطاب يزلزل الدنيا، كمان ما عمل خطاب يزلزل الدنيا، وكان في اعلاميات ناطرين الشيخ سعد يشلح الجاكيت، كمان ما شلح الجاكيت. بس لا، ما كلهم ما صاروا، حكي كلمتين وقال لهم بما معناه، يا جماعه بعد مش مسمح لي اشتغل سياسي، وانتو فهموها حرام. هلا انفقسوا الجماعة، يعني طارقين مشوار من اخر الدنيا، من اخر الدنيا، اجوا من كل الكون كرمال الشيخ سعد. لك حتى في ناس اجوا من غير كوكب، اجوا من غير كوكب. شوفوا ليه عامل بحالك هيك؟ انا حابب اقول انه انا كل املاكي ودمي فدا الشيخ سعد الحريري والشهيد رفيق الحريري. ميرسي ليكو. هيدا صراحة محتار لهجته مريخية أو نبتونية. مش قادر يعني أقفرها إذا من المريخ الزلمة أو من نبتون. بس سمعتوا شو قال؟ كل ممتلكاتي فدا الشيخ سعد والشيخ رفيق. طيب عال خي عال، بس السؤال كان ليش عامل بحيلك هيك؟ ما حدا سألك عن ممتلكاتك. بس تاني خلص، هو حاط براسه بده يقول هالجملة. بيناتنا إجوا بوقت ممتلكاتك للشيخ سعد مجنن. ولا ليرة. شو كمان نزل على التجمع؟ مش بس من غير كوكب، كان في غنم. والله مش انا مخترع، مش هلا تقولوا انه انا عبهين حدا وما بعرف شو. اسمعوا واحضروا واحكموا. اذا الشيخ سعد يدل هام بالبلد، لانه البلد بلاه ما بيمشوا، بلاه البلد ما بيمشوا. اطيع غنم بلا روعه، اطيع غنم بلا روعه، اطيع غنم بلا روعه، يعني من الاخي. شفتوا؟ هلا بتقوم لقيامي علي انا. ناقل الكفر ليس بكافر. ما وقفت هون،
انتم ما عرفتوا ليش اخر سفرته الحريري وبقي اكثر من 72 ساعه، بقي شي 73 يعني، بس اخره لانه لو سافر دغري كان صار كوارث بالبلد. في ناس هددوا يقصوا ايديهم اذا بفل الشيخ سعد، في ناس هددوا يحرقوا المطار ويحرقوا حالهم اذا بفل الشيخ سعد. جنه الناس، جنه الناس، بس الشيخ سعد لقط القصه واخر ساعه. شوفوا هو اللي نجح، هو اللي عمل. الله اكبر، هذا جاي بلعيد. اذا سعد الحريري ما بيرجع بدي ارجع، بدي قصه، بدي قصه. الله اكبر، تحيه سعد الحريري. سعد الحريري الله يرحمك، الله بالسماء. بس جاي نقول للشيخ سعد اذا بتريد ما تروح من هون، لانه انا هلا العناصر اللي عندك عيطرونا لبرو، ممنوع انت تفل من هون لانه انا اقعد نطرك برو. شو رح تعملوا يعني؟ نقطع الطريق، نقطع الطريق. اذا بدك تفل من هون بدنا نحرق المطار. انا من المنيا. واذا واجهوكم امن الرئيس؟ امن الرئيس بحرق حوله، بحرق حوله. اذا بفل الرئيس الحريري من هون ممنوع يفل، نحن بنحرق حولنا هون. هذا يعني رايك انت ولا في تجمع؟ هذا هيك مقرر يعني؟ راي الكل، راي الكل، وكل العالم بده اياه. المخاصمين واللي بدهم يتحدوا كلهم بدهم اياه. عم بتقلي حتعملوا اعتصام يعني لتمنعوا الرئيس الحريري؟ ابدا ابدا، كلياتنا نازلين. اذا بيقول انه اذا حدا من هون من بيت الوسط. شوفوا لي، شوفوا لي المطار والعيان، شوفوا لي ولع المطار. يعني صراحة هالشي مضحك وبكي. المضحك انه في ناس قدي شاطرة كب الحكي، والمبكي انه قدي الناس بتحب زعيمة وقلبها زعيمة وهو قلبه على الحجر. بس بعد فيه، بعد فيه، بعد فيه. تتذكروا الاسبوع الماضي قلت لكم انه رفيق الحريري ما مات بالنسبة لابو كريم؟ شوفوا رجعوا الصورة، تذكروا هيدا، نتذكره. الله يرحمك ويطول بعمرك يا دولة الرئيس. ايه كمان بالتجمع، كمان بالتجمع تأكدت هيدي المعلومة، ورفيق الحريري حي يرزق، بس ناطرينه يرجع. اليوم نحن على ضريح الشهيد رفيق الحريري رغم الطقس الماطر، ما هي رسالتكم اليوم؟ الله سبحانه وتعالى يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجميع أموات المسلمين. الله يقويك على طاعته يا دولة الرئيس رفيق الحريري، إن شاء الله بترجع وبتشتغل أقوى مما كان لمصلحة لبنان ولمصلحة اللبنانيين ولمصلحة الأمة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى يقويك على طاعته ويرحم أمواتك. إن شاء الله بترجع وبتشتغل لمصلحة لبنان. لحظة لحظة، هلا سؤال، هلا مخرج، إذا رجع رفيق الحريري بيردوا لنا مصريات المحكمة الدولية؟ لا لا، شو قال له؟ لا إن شاء الله بترجع وتشتغل لمصلحة لبنان. هلا هو لما كان عايش ما اشتغل لمصلحة لبنان، بدك هلا لما يرجع يشتغل؟ شوي صعبة يعني. بعد بعد فيه، بعد فيه، بعد فيه. في ناس مش عارفة حالها وين رايحة ولوين نازلة، لاحقين بعضهم يعني على العميانة. ويلا شوفوا الشيخ هوليك، هوليك الله يبارك في الشيخ هوليك. هم في شيخ خفيلة أنا والله. شيخ هونيك، هونيك الله يبهدلكم. هون ما في إلا أنا، هونيك هونيك. نزيع عم بصوروا للزلمة ومقصوا. آخ 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 آخ. رجع الشيخ سعد وبلش الزحف على بيت الوسط. سفراء نزلوا، نواب الكتائب، نواب الكتائب نزلوا. هلا الكتائب قعدوا على فرد كنبايه، يعني ما كلهم شخصين. يعني اجمالا الشيخ سعد، انتم بتذكروا اسطوره، الشيخ سعد بيقعد على هيدي الكنبايه الصغيره اللي لحاله، وضيوفه بيقعدوا على الكنبايه الكبيره. مع الكتائب بدل، مع الكتائب بدل، قعدوا هن التلاته على الكنبايه الصغيره. مين نزل كمان؟ مين نزل؟ الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الشيخ أمين. أنا بقول نزل يسأل الشيخ سعد وين ومين قصل له شعراته وعمل له هاللوك الحلو. بركي بده يغير الكوفر، ما بتعرف، ما بتعرف. بس هول كلهم بمال ووفد القوات، قوات سمير بمال. نزل وفد القوات وتبهدل بيت الوسط، بهدل بهدل. هلا ما بعتقد تأثروا بهالشيء لأنه هن معودين، بس بهدل. شوفوا شوفوا
كواليس استقبال وفد القوات اللبنانية في بيت الوسط. انتظروا على الباب ما يقارب 45 دقيقة. دخلوا القاعة وانتظروا الشيخ سعد ليكمل اتصاله بأحد الأشخاص. لم يسمح لهم التحدث بغير التعزية بالشهيد رفيق الحريري. ليكوا انتوا وجيهم، شايفكم ليكوا وجيهم. ليش وجيهم؟ شفتوا وجيهم كيف مسودة؟ شفتوا وجيهم كيف مسودة؟ مخرج لاحظ كيف قاعدين مثل تلاميذ المدرسة؟ اوكامو لاولو لاولو عادي عادي. اصلا نطروا على الباب لانه الشيخ سعد ضيع المفتاح، وحرام يعني قاعد ينبش عليه من جاكيت لجاكيت يعني، وبكل الوقت عم بيحكيهم من الشباك، مش انه تركهم برا ما لكشهم. وبخصوص الاتصال، قاعدين عم تحكوا عن الاتصال، كان عم بيحكي مع ابنه جايب علامات مش منيحه، يعني انه اكيد ننطر في العيله ابدا. وبخصوص التعزيم، اصلا هن رايحين يعزوا، مش وقت يحكوا سياسه هلا. هذا اوجع عم يبرر اصحابه. بما انه فتحنا سيره القوات، انه العين ثاقبت يعني مش مقصوده، يعني سيري وانفتحت. انا دائما ما بعرف ليش دائما زافين بيجي على فكره ايه سيري وانفتحت، شو حسيت كل هالشيء، انه سيري وانفتحت. سمعتوا نايبهم ببعبدا بيير ابو عاصي شو قال؟ قال ميشيل عون مرمغ راسنا بالتراب. هلا ما بعرف ليش قاموا القيامه العونيه عليه، انه طبيعي ميشيل عون يمرمغ له راسه بالتراب، ليش لهم عين يرفعوا راسهم بعد؟ ثاني شيء الواحد لما يخجل وينبقع طبيعي يطم ويمرمغ راسه بالتراب. هلا اذا قصده المعنى الثاني، انا بتبنى اخر مقطع من الرد يلي قاله ألان عون، بس قصر شوي ألان. بس شوفوا يمعن بيير ابو عاصي باستمرار في زياده الشرخ المسيحي عبر تفجير احقاد دفينه باسلوب جارح لا يبرره الخلاف السياسي. لن ننجر الى هذا الاسلوب الاستفزازي، فهل كان سيفيد المصالحه المسيحيه لو ردينا مثلا بان مرمغه الرؤوس بالتراب تبقى اخف وطئه من حرفه دفن الاجساد تحت التراب؟ كفى حقد. ليك قصرت شوي. دفن الاجساد تحت التراب بس؟ وبالبحر؟ ليك حتى في اجساد تشقفت من قوه التفجيرات، ما عاد في اجساد. اخ بس ليكوا ما تعتبوا عليه لبيير يعني طب انه واحد متقل شوي شر وطلع مقابله، لانه طب طبيعي يخبص. هلا هول كمان، هول بمال وتصريح بهاء رفيق الحريري بمال. سمعتوا شو قال؟ ما سمعتوا؟ قال بده يكمل مشروع بيو النهضوي الاقتصادي. ليك الله يرضى عليك شيخ بهاء، الله يرضى عليك. ما بقى نحمل نهوض اقتصادي اكثر من هيك، ما كل هالنهوض الاقتصادي يلي عايشينه هلا هو من وراء نهوض بيك الاقتصادي. هلا مش عارفين نطلع منه بقى، بدك ترجعنا عليه مره ثانيه؟ انا رايي كمل بنهوض خيك اضمن. الاسبوع الماضي كمان قامت القيامة على ماجدة الرومي. قامت القيامة على ماجدة الرومي وبلشوا يخونوها انه انت عميلة وانت ما بعرف شو، لانه قالت هيدا الشيء. انه الناس عليكم بالخير والحب، اشتقنا لكم، اشتقنا لابو ظبي الحلوة يلي كل شيء فيها بيضحك لنا، يلي كل شي فيها بيستقبلنا بالأعمار والخضار. شي بيمجد الله، شي بيكبر القلب. الله يديم مع هالأرض الطيبة بركة ونعمة. اللي مثل ما نحن جايين من لبنان مطرح ما عم نعيش، مطرح ما عم نعيش أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترف بحقنا من قبل اللي اسمهم منا فينا وهن مش هيك. ما بيقدر ما يتوقف كتير قدام الإنجازات اللي بيشوفها وين ما كان، كيف ما مشي بهالبلد الحبيب، ما بيقدر بشوف بعينه كيف العظمة تعمل جنة بالأرض. الله يديم هالبلد الحبيب ويحفظه ويحفظ عزه.
بينتها معها حق تنتقد البلد، ويلي كنا مفكرينهم منا كمان نحن كلنا بننتقد البلد ومعها حق تهاجم، خاصة انه غير بلدان يعني من بعد ما كنا مثال اعلى لهم صاروا هن سابقيننا باشواط، ومعها حق تنتقد فاسدين يلي سرقوا لنا مصرياتنا، ومعها حق تنتقد يلي زلونا وافسدوا البلد، ومعها حق تنتقد يلي مأخرين هالبلد ومنعين تقدمه. انه معها حق، ليش تهجم؟ ليش كل واحد ضد رأي التاني صار عميل؟ قديش سخفتوا كلمة عميل؟ عن جد قديش صارت سخيفة؟ هلا من جهتي أنا كنت معها بكل كلمة قلتها لوقت ما عرفت إنه الست ماجدة شخصياً بعتي بوكي ورد لهالشخص. دولة الرئيس نبيه بري السامي الاحترام ماجدة الرومي. لحظة 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 لحظة، حكي كل هول وبعتي لأكثر واحد بنطبق عليه يلي قلتيه بوكي ورد وعم بيركيلو كمان؟ هيدي ما حدا سبقك عليها صراحة. يعني إذا حدا قالكم، ما بعرف كيف بدي لكم إياها، إذا حدا قالكم شخص زلنا وأفسد البلد وسرق لنا مصرياتنا وعم يمنع البلد يتقدم، مين بتفكروا أول شيء؟ مش عارفكم مين بتفكروا أول شيء؟ لا مش مزبوطة، في شيء غلط. اخر خبر الليله هو نصيحه فاديا مثل العاده. شوفوا فاديا، ما لك جلاده تقيسي، خذي مني هالطريقه، لفي كمر البنطلون على رقبتك، اذا سكر على رقبتك يعني رح يسكر على خصرك، اشتريه بلا ما تقيسي. شو هيدا؟ لابسه عادي بس لابسه عادي، ما حبيت عن جد. هيديك المرة كان سكسي أكتر الفيديو. فاديا وحياة ربك، من وين بتجيبها الأخبار؟ طيب سؤال، إذا مرة حبلة ما بدها تقيس، شو بتعمل؟ طيب إذا سكر الكمر بنطلون على رقبتها، كيف بسكر على خصرة؟ أنا قلت لك مرة حبلة، يعني أنت ما قلك عن حالي، يعني أنا إذا بلف كمر البنطلون ثلاث مرات بده يلف على رقبتي ليسكر على خصري. مخرج ما بعثت لي فيديو فاديا تبع حلقة الماضية على الواتساب، بعدني ناطره. يلا بريك، وبعد بريك ضيفة إعلامي رياضي، رح نحكي عن كل شيء من انتقاله من الام تي في للاي بي سي، وأكيد رياضة منوعة. ضيفة جورج السويدي، احضرونا. رجعنا معكم بعد البريك مع ضيفة الإعلامي جورج سويدي. هاي جورج، كربول، كيفك؟ مشتاقين طبعا نشوفك ملاعب الباسكت. ايه ما هيك؟ انا جايب لك معي كادو له علاقه بالباسكت بول، بعرف انك بتحب الباسكت ومنتخب لبنان. هيدا من كافيه اللي سبونسر منتخب لبنان، هن اللي بيلبسوا الشباب. ايوه تفضل. رح نشوفه سوا، رح نشوفه سوا كل حال. عندك الشوتينج شيرت اللي بيتمرنوا فيها. ياسي جورج، ما بدنا نجرسك على الهواء يعني، بس انه ياسي. هيدي البولو اكيد الاوفيسيال تبع المنتخب، عليها لوجو الاتحاد اللبناني على اليمين اذا بتشوف. ايوه تاني ميل. الاوفيشال بولو تبع منتخب لبنان، وهيدي الشوتينج شيرت. طيب هات نلبسها. يلا بص اذا بدك البولو. بنلبس البولو، هات نوقف تصوير نرجع نلبسها، شو رايكم؟ يلا طلعوا بامبر. غيرنا. كيف؟ لك كثير. ثانك يو. أول مرة حدا بيهديني هدية. هلا تروح تحضر لبنان نهار الاثنين الجاي ضد منتخب البحرين بمجمع نهاد نوفل بتصفيات آسيا أول ويندو. عندهم شو قبل مع منتخب سوريا طالعين على الشام معهم الله يراد الخميس. احنا اليوم الاثنين يعني بالحلقة معك. صحيح. الخميس طالعين على الشام، الجمعة بيلعب لبنان، نرجع السبت الصبح بيرجع الثاني بيلعب ضد البحرين بالبحرين. رح نحكي على التفاصيل شوي عن منتخب لبنان. إذا أجوا البحرينية بهالوضع يعني إن شاء الله. لا بيجوا البحرينية، أصحابنا البحرينية. جورج، أول شيء مشكلة اشتقنا لك، يعني عم نشوفك على التلفزيون ما شاء الله عليك. دايما. لا عم نشوفك يعني كمشاهدين أكثر، يعني عم نشوفك على ال بي سي. هيك نبلش نرجع على الحركة. شو فيك؟ شو بدك؟ عندي أول شيء تشات جي بي تي. انا بسال تشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي عن ضيفه، بركي ما بيعرفنا. هلا بنشوف شو قال عنا. يلا. جورج سويدي يعلن عن اكتشافه لكوكب جديد ويسميه سويدستان. سويدي يقدم برنامجه حدث اليوم من على سطح القمر. والله انك عين.
شايلين لبنان الحر لبسوا من فوق. يعلن السويدي عن تقاعده من العمل الاعلامي ليتفرغ لتربيه النحل. ايوه بحب العسل انا كثير تزبط يعني منيحه كل يوم الصبح ملعقه عسل. ليك هيدا بيقرا بيقرا لقدام انتبه ما انه هين. ايه يفوز السويدي بجائزه افضل لحيه في العالم. هذا معنى مش كثير ظابطه بس خايفين ما يفوت كثير ديب فيه مشكله. لا لا, لا. يلا. ما انا بعمل له بصير اقصص له. يطلق سويدي اغنيه تراب باسم المذيع. ايوه انا المذيع الرياضي تشوفوني على ال بي سي. منيح حلو كثير حلو كثير بدنا بس الحين هلا بنحكي حدا. هلا بحكي خالي شارش ليلى ملحن. اه شارش شارل خيلك يس. وليه بعد ما عم بتقول اغنيه؟ عمل لي جنريك لبرنامج ال برنامج على لبنان يعني. لازم لازم يلا هلا صار عندك شو اسمه اسمه مذيع هينة. يقدم السويدي برنامج طبخ على الهواء ويحرق الطعام عن طريق الخطا. عن طريق الخطا مقصوده ما بعرف. ليك احرق بيض هي راسه يا بعرف اللي بيض يعني بتعرف بس هيدي منك شاطر بالطبخ. انا بشوي برجر بعمل منقل اول اللي بشل بديهيه يعني. بعد ما عزمتنا ولا مره ماشي الحال يلا سون على الكوكتيل عزمه. يشارك يشارك السويدي في بطولات العالم للعبه تيك توك. تلعب تيك توك؟ ما عندي اصلا. لا هي لعبة تيك توك بعتقد هيدا الاكس زيرو يعني. اوكي هيدي ام يحكي ايه بعتقد هيدي هي. يصبح سويدي نجما على منصه انستغرام بنشره صور مضحكه. ايوه هلا انت نجم بلا صور مضحكه. يعلن سويدي عن زواجه من روبو ذكاء اصطناعي. شخي ايوه انقطعوه ولا انقطعوا الصبايا هلا بعد تحت نصيبي انا. ما هيك يطلق سويدي خطا خاصا من الملابس باسم سويدي ستايل يعني. بركي هيدي بلشنا انت عارف شو صاير لهي 100% حبيت اخر وحده منيحه. ايه سويدي ستايل اس اس. ليك اعطيك اسامي سويدي ستايل المذيع سويدي ستايل. ايه دايما هيك غنيه راب غنيه راب. جورج سويدي مين جورج سويدي؟ اعلامي رياضي من زمان من ايام الاي ام بي. اي ان بي صح رزق الله. ايه والله. كيف اول شيء شو دارس انت؟ انت دارس شيء له علاقه بالرياضه؟ دارس بزنس ماركتينج. اوكي انا فت على الدومين. هلا كنت انا تابع سبور والعب سبور من زمان. العب باسكتبول والعب تنس وكنت منخرط بنادي باسكتبول بس انه العب درجه رابعه وثالثه يعني ما كنت العب فيرست ديفيجن. بس مره لعب كثير طويل بس كنت تعرف. كنت تحضر باسكتبول يعني اكيد ده كنت تابع من كثير وقتها. من وقتها بحكي من زمان. عم بحكي من اخر التسعينات. اي كانت عزه شوي كانت بعدها طالعه حكمه رياضي تضامن ورديه هذا الوقت هيدا اكيد ذاكر شربل اكيد. بهالفتره يعني كنت عم خلصت مدرسه فت على الجامعه. كان بدي اشتغل بشركه رح نعمل دعايه هلا معلبات وعصير وخبار وهيك يعني. اوكي بنفس الوقت بيحكوني في كاستنج بالاي ام بي. بروح بعمل هالكاستنج بس انه رايح انه اوكي انا بعرف سبور. كنت اطلع مع جورج الهاني على راديو ام بي اس يستضيفنا اوقات نحلل سبور عرفنا انه بحبه هيك. رحت عملت كاستنج اخذت معي اثنين من اصحابي بالجامعه ما خصهم بنت وشاب اصحابي قلت لهم تعالوا روحوا اعملوا معي كاستنج بحال ما اخذوني ياخذوا حدا. عملت هالكاستنج مثل الروبو كنت واقف هيك وطلع شمال يمين وما ما خصني بالتيفي ما بحياتي شايف كاميرا يعني. بس كنت منيح بالحكي. بعد جمعه دقوا لي مبروك وكذا بلش معنا. قلت انا خلص شو بدي بشركه ثانيه خليني فوت بالميديا وهيك صار يعني. واول فتره ما كنت طيق حالي على الكاميرا ابدا يعني ما كنت بعد ما حدا علمني يعني. شكلك غير كمان هيك ورا اشوف لك صوره انا بعمل ريسيرش عنك في صورة يعني كان غير شيء كليا. والله اذا رجعت لقيتها بعتها بحطوها بالموتال. يا عيني عليك. بعدين نقلت على الام تي في 2009 2009 من دغري من الاي ام بي. فتحوا 7 نيسان ام تي في اوريدي كنت قبل معهم كم يوم عم نحضر. 8 نيسان كانت على الهواء ثاني نهار يعني. رح نحكي على التفاصيل. رجعت من الام تي في على ال بي سي. على ال بي سي هيدي عملت ضجه شوي بالوسط الرياضي. وبنفس الوقت عندك برنامج على لبنان الحر صح اسمه بي بوزيتيف كل اربعه وخميس خمسه ونص عامل له غنيه كمان اربعه خميس خمسه ونص الموجه ثبتها على النص لانه صندوق بوينت 5 دائما على لبنان الحر في لها كمان سويت اول شيء. شو هو البرنامج اول شيء؟ كل شيء بنحكي سبورت شو يعني؟ او بتخبر اخبار بطرح رياضه بطرح موضوع معين مع الناس يعني تيلي سبورت على الراديو او لا؟ ليك اذا في شيء هيت كبير بالباسكت خاصه له علاقه بالحكمه او رياضي خاصه حكمه جمهور لبنان الحر كثير بحب الحكمه يعني طبيعي. طبيعي. وبجنن وبوجه لهم تحيه كبيره على كل حال. عن جد جو الاذاعه جو عائله صار لي معهم من 2006 تخيل. انا فت بالغلط على الراديو كمان كان بدهم برنامج للمونديال كنت كثير صغير. كان في سبونسر علي على اساس بيجي بعمله شهر وبفل وحبوني وقت اساس ماكاريوس الله يوجه له الخير الله يرحمه كمان يعني هو اللي بقاني بالاذاعه وبعدني صرت كل فتره نغير بالبرامج وتوقيت واخبار وهلا ثابت ثابت. طيب هو شو هو توك شو؟
لا بطرح موضوع اجتماعي خفيف مع الناس، اهم شيء بعيد عن السياسه وبعيد عن المشاكل، بحاول نموه يعني بهيدي الساعه. واول 10 دقائق بطرح بخبر شويه اخبار سبور اذا كان في شيء كثير بارز، اوقات بتمد الحلقه كلها سبور اذا بنفوت موضوع الحكمه ايه. مثلا خاصه اخر فتره عم يتعرضوا لخسارات مثلا، شو السبب وحق عمين بدك تحكي مع الناس اكثر بهذا الموضوع، بيسالوك تشامبيونز ليج، بيسالوك فورمولا 1، بدك تكون مطلع على كل شيء يعني. وخطره منا هينه يعني، بعرف قليل قليل جدا جدا. شو قليل؟ عملت ضجه طويله عريضه لما استقبلت رئيس نادي الحكمه السابق. صحيح صحيح، وقدم استقالته مباشره من عندك. هون اتهموني انه كنت عارف، بس انا بقول عبرك انت عبر الاو تي في اليوم، لا انا ما كنت عارف. رئيس نادي الحكمه السابق إلي حشوشي. إلي حشوشي هو صديق لإلي، ودائما بس يكون عنده شيء كان عن جد يطلع معنا، يطلع معي على لبنان الحر، وحتى على سجاست تي في اول حلقه عملها كمان كنت انا عم بستقبله فيها. وعن جد فاجئني، وكتار بيقولوا لي لا كان عارف وتمثيليه، عم برجع بقول لك هون والله ما كنت عارف. مشان هيك قال باخر الحلقه، قلت لهم بليز اعطونا بعد 5 دقائق تنمد، كان في اخبار تبع اكيد لانه في ذاك فجأني بدي اعرف شو السبب يعني، كيف هيك فجاه تجي بتقول باخر الحلقه انا فالت. خلينا نحكي معك بعد شوي تنعرف. هو عمل قصد اكيد يعني، تما يصير سينجين. طب خبرني، ما شفناك ببرنامج على التلفزيون اصلا، يمكن كردوا هيك برامج انه كيف كان تلسبور من زمان؟ تتذكر تلسبور؟ اكيد بتتذكر تلسبور. اكيد بتذكر تلسبور. كيف كان تلسبور؟ كل مع البرامج بيحكوا كل شيء، بخبروك يعني اذا بدك اجندة الرياضه. لازم نحكي عن الموضوع، احسنت. اليوم اول شيء عصر السرعه، اليوم النتائج صرت تحصل عليها اسرع، كبسه زر، وبتحضر ريفيوز عن الجوال وعن سلات الباسكت وعن الفورمولا 1 كمان بكبسه زر على التليفون. تتجي تخبر ناس شو صار بالجمعة الماضية، خلص صرت انت بيت مثل ما بيقولوا، خلص شو بدك تخبرهم عن نتيجة صارت مثل الجريدة حتى يعني، انه بدك تخبر ايش صار. هلا عم نخلق فكرة جديدة مع الـ LBCI اكيد، برنامج اسبوعي بس تطلع منا هيدي انه مين ربح عمين، ونحط نتائج واكثر تحليلي، اكثر في مواضيع مهضومه بتهم الناس اكثر، سوشيال ميديا مثلا شو صاير، ابرز ردود فعل مثلا عبر الرياضه، عبر اللاعبين على سوشيال ميديا، يعني شيء شوي جديد. مش نرجع نتذكر شو صار بالويك اند وشو صار بالاسبوع الماضي يعني. اكيد نضوي على هذا، بس النقطه الوحيده او النقطه انه كمان انه ما بقى فيك تعرض مشاهد. صح، كمان يعني فوتبول ما فيك تعرض لانه اخذينه تلفزيونات ثانيه، باسكت ما فيك تعرض لانه صار على غير محطه، عم بحكي عالمي ومحلي يعني، بالاثنين صار هيدا انه هيدي ما بتاثر. شرب السبور عالم كبير يعني، تنجي بس اذا بدك نضوي على شيء معين عندك، لتسي نحن كال بي سي اي اوكي، الباسكت بول حاليا مع الام تي في، بس معنا حقوق منتخب لبنان كله يعني، الويندوز المؤهله لاسيا، تصفيه كاس العالم، بطوله العالم، بطوله اسيا، كل هالامور هيدي. بس في احداث ثانيه فيك تاخذها توبيك، مثلا انتقال لويس هاملتون على فيراري اوكي، بس تحكي عن هالاشياء ما راح تحكي مثلا عن سبق مثلا ربحه لويس هاملتون، ما راح تحط مشاهد، ما بعرف هلا نحط مشاهد ارشيف بقدر اخذها من يوتيوب كليد فيد من الاف 1 ما بيخدها مثلا. اثرت اكيد كمان على هيك برامج، اكيد اثرت لو معنا حقوق يعني. بتحط تعمل جوله اوروبيه على البطولات الاوروبيه بالفوتبول، تعمل جوله على الشامبيونز ليج شو صار مع عم ترتيب المجموعات، غير شيء يعني بتحليلي كمان اكثر، مش تقول مين ربح ومين حط الاهداف. اكيد تحليلي اكثر. اكيد بتاثر، اكيد بتاثر. الحقوق حقها صار ملايين الدولارات، ملايين الدولارات. حولنا كمان يعني نجيب كاس اسيا بالفوتبول، الال بي سي مع الحقوق الحصريه لمنتخب لبنان، تصفيه اسيا والعالم، حاولنا نجيب بطوله اسيا اللي صارت بقطر وربحها المنتخب القطري على الاردن. كانت الحقوق حتى لو ناخذها ال بي 2 على قناه ارضيه كمان كثير مرتفعه. تو ماتش، ما فيك بلبنان بلد صغير اصلا تجيب سبونسر هالقد كبير، خاصه فريقك كمان ما كنا متوقعين اصلا يوصل يعني، اكثر تكون في مشاهده يعني، خلينا نكون واعيين. صراحة ايه، بس كان شوي سيء الحظ منتخب لبنان بغض النظر عن بيقولوا انه كان سيء الحظ، في مرات لعبة حلوة بس ضد الصين كفينا نربح، وضد طاجيكستان ربحانين 1-0، تعرضنا لبطاقة حمراء. رح نحكي هلا شوي عن فوتبول، أنت شو الرياضة اللي بتحبها؟ أكثر رياضة بحب ألعبها أنا هي التنس. عن جد؟ غرامة تنس، أنا بحب ألعبها بس كأحضرها الفوتبول أكيد. فوتبول باي فار. والله مع انه يعني ما بنضلنا نشوفك ما لعب باسكت يعني، الباسكت وكنت العب باسكت وبدك ايه هلا اذا بتحضرني ماتش ام بي اي اكيد، منتخب لبنان، بطوله لبنان اكيد، مباريات حلوه. بس اذا كان في بالمقابل ماتش مثلا لبايرن ميونخ او ريال مدريد
لا بدي احضر ريال مدريد و هي الفوتبول اصلا فيها قد ما يقولوا هلا بلبنان شوي يمكن شعبيه الباسكت عليت، بس انه بعد الفوتبول له رونقه، له رونقه. اللعبه الشعبيه الاولى بالعالم يعني هلا سوبر بول صارت بامريكا اوكي كثير مشهوره، بتجيب 100 مليون 104 مليون مشاهده، بس نهائي كاس العالم بجيب 4 مليار. بتحضر الفوتبول اللبناني؟ لا ابدا قليل. حتى قبل كنت اشتغل بالفوتبول، يعني كان عندنا استوديو تحليلي بس كنت مع ام تي في، اشتغلت فتره على استوديو تحليلي على المباريات، ما كنت انا اعلق، كنت باستوديو بالام تي في، وبعدين بعت عن الجو. هي المباريات بتصير كلها تقريبا على ملعب واحد، حشيش اصطناعي، مع احترامي ملعب جوني عن جد يعني بجنن، برافو عم بيهتموا فيه لمجمع فؤاد شيب، وعنده اداره مستقله اليوم، صح. ملعب الباسكت بجنن وعاملين مواقف كله مرتب يعني، بس مش هيدا ملعب فوتبول بيلعب عليه دوري. ملعب الحشيش الاصطناعي مش انا بحكي، كل اللاعبين اليوم بيلعبوا، بيأذي الركب، بيأذي الجوينتس، بيأذي الظهر، ما فيك تلعب عليه يعني. كل الاصابات اللي عم تجي معظمها اذا بدك من وراء هالضغط المزعج بيكون على جسم اللعيب من وراء الارضيه السيئه، ما بيلعب عليها ماتش. طب شو ناقص الفوتبول ما بصير مثل الباسكت بلبنان؟ باختصار، بعرف في كثير اشياء بس باختصار، انه ليه الباسكت كمان لعبه جماعيه قدرنا نوصل فيها لبطوله العالم، الفوتبول يعني ما بعرف، انا صراحه تفاجأت نحن ببطوله عندك آسف. اكرم حلبه ثاني بال شو عندك اكرم حلبه ثاني تحطه بالفوتبول؟ هو مره اكرم حلبه قال ليش ما بنحط رئيس نادي العهد رئيس الاتحاد تميم استاذ تميم سليمان ما هي بس اتحاد بس انه الفوت خلينا نكون عيلين كمان الباسكت من قبل استاذ اكرم هي لعبه سياسيه يعني قبل استاذ اكرم يعني عم نحكي من ايام أنطوان شويري والله طول عمره هو اللي أطلق الباسكت الله يرحمه هو اللي أسس الباسكتبول شئنا أم أبينا هو الزلمة اللي ساهم بهال إذا بدك بهالانتفاضة اللي صارت بظل كان في وجود سوري بلبنان وقتها صحيح كان يفشخ الأم بالرياضة يفشخ الأم بالسبور يعني وطوني بارود تعليقه يعني أكيد. دوش موقعكم وما حدا بيفوت على السان داي كل بولوس والحرامي هولي بدر مكة العالم كان الشعب اللبناني هيك مثل السفنج اللي حطيت عليها ماء يعني صح بده هيك شيء تيفش خلقه يعني ولا اكيد طائفيه كمان لعبة دورة حكم رياضي اكيد ايه. اكيد بس كان في احترام كبير مثل ما كنا نتابع يعني وانا كنت استقبلته لاستاذ هشام جارودي المهندس هشام جارودي بحلقة يعني بس تحكي عنه عن أنطوان شويري قدامه هلا بدمع ايه بعرف حضر له كذا مقابلة وبتلاحظ انه في هيدا الاحترام والوفاء بين بعض هو بيقول يعني اللي اطلق الباسكتبول هشام جارودي طيب الفوتبول شو بدنا شو لازم نعمل بالفوتبول اوه نفضه كبيره بعد السياسه انه الشباب ما بيلموا خلينا نكون واعيين الشباب ما بيلموا بالنهايه هالقد عم يتقدم له يعني تخيل ما في ملاعب لك منيح لعنا هيك فريق منيح لعنا هيك منتخب منيح اللي عم تشوف منتخب عم يلعب كاس اسيا وعم بيتعادل وعم بيخسر بهدف او يعني صح عن جد وخسرنا قدام بطل اسيا خسرنا 3-0 بطل اسيا انتبه لك وين اكثر شيء الاتحاد مبسوط انه احنا خسرنا قدام بطل اسيا على ملعب لوسيل هالملعب اللي استقبل نهائي كاس العالم 100% بين فرنسا وارجنتين وشاهد على تتويج ميسي بالمونديال ورفع الكاس هونيك حلو كثير كان الاوبننج فول هاوس قدام جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للفوتبول وجمهور كمان كثير كبير خبرني شو بعدنا بالفوتبول تيتقدم شو بدنا؟ بدك نفطة شربيل، بدك نفطة كتير كبيرة يعني بدك من الاتحاد وجر يعني؟ يا خيي بلكي انتبه سيد هاشم حيدر أنا بلاقيه شخص كتير محترم بجنن وما بعرف إذا الجامعة حواليه عم تأثر وعم تخليه يشتغل صح بس أنا شخصي ما بلاقيه حدا سيء أبدا لرئيس الاتحاد عم بحكيك إياها بكل صراحة النفضة بدها تكون من يعني إذا بدك من الأساس بس مش قصة أشخاص الأشخاص يعني مثل هاشم حيدر ما بلاقي حق عليه انا لا مش هو بالعكس حدا لبناني ورئيس اتحاد بده يفشل منتخب بلده او الفوتبول ببلده أكيد ما عم بيشتغل عن جد عم بيجيبوا ميزانيات تيسافروا المنتخب ويعملوا المعسكرات ويمشوا البطوله بس كرمال تقوى شوي هاللعبه بس بدك قصص ملاعب اول شيء ملعب التمرين اللي لعب عليه المنتخب اللبناني كنا حتى عم نحكي عنه المره الماضيه بجنن ملعب تمرين كملك قلب تفل منه بتنام تفرش تنام هونيك وين تمرن باسباير؟ حد اسباير ايه بتصور هونيك مدينه رياضيه يعني اصلا مدينه رياضيه بكل معنى الكلمه مش مدينه رياضيه ملعب شو عندهم الشباب ملاعب تمرين شو عندهم؟ ولك فيستيارات
فت شفت الفستيارات صورون كل واحد الكازية تبعه لحاله واسمه عليها وترتيبه. هلا اوكي في مصاري بقطر بنعرف هالشيء، بس انه نحن عندنا جيل فوتبول منيح بالصغار، في عندنا كثير اكاديميات بتشتغل كثير. ما هيدي هي بيوصلوا لعمر وقفوا، وصلوا 14-15 سنة. معقول بدك مصاري أكثر كمان؟ بدك مصاري، بدك اهتمام، بدك إضاءة إعلامية أكثر على الموضوع، ملاعب جاهزة بتقب. أنا أصلا شيل فوتبول يعني من زمان بتصور كمان حارابوله لأنطوان الشويري لما أول حكمة بالفوتبول ذاكر، ومرة كان فينال نجمة حكمة على لقب الدوري في فترة كتير قوي فريق الحكمة بالفوتبول كمان، يعني هشلوه بعدوه عن الفوتبول. لو فات وقتها أنطوان شويري على الفوتبول كمان كانت اللعبة كان أبوت سوا. شو الفوتبول في أحلى منها الفوتبول؟ قبل ما نكمل مع الباسكت بدي ضيفك كافي لوكس 2-in-1 C-in-1 أو كابوتشينو 2-in-1 بلس 2-in-1 يلا باسكتبول. شو بها الباسكت؟ باسكتبول يعني نقلت أنت من الـ يعني هيبدي أخلط بين باسكتبول وبين MTV LBC. نقلت أنت من MTV على LBC مثل ما بقوله بالوقت الغلط للباسكتبول، انه من وقت وقتها نقلت هيدا. وكثير ربطوا بين نقلتك، انا بحكي الامور مثل ما هي، بين نقلتك وبين نقله غياس ايه. على من ال بي سي على الام تي في. اول شيء هل غياس هو سبب نقلتك من الام تي في؟ لا انا بقيت سنه بس اجى بعد ما اجى غياس على الام تي في. اوكي فيها ما تكون دايركت. لا انا فليت لانه حسيت انه عم بعطي 20% من اللي قادر اعطي بكل صراحه. انتبه ام تي في بيتي 13 سنه واحلى عالم بحبهم كثير، ومن استاذ ميشيل اللي عن جد كانت علاقتي فيه بتجنن طوال 13 سنه بجنن كان. بس ما في يعني انا ماني من النوع اللي بدك تطلع تطلب بحقك وثانك يو، بدك تطلب بحقك وتدق مكاتب وتبيض مع هون وتسيف. انا لا ماني هيك، بروح بعمل شغلي وبفل. وصلت لمرحله انا كنت عم اشتغل غير قصص باي ذا واي، كنت عم اشتغل غير قصص ابار مع ام تي في، يعني مع او اس ان سبورتس. صحيح كان عندك انت على الموتو جي بي، مع ام بي سي اكشن، على الفورمولا اي اللي هي مثل الفورمولا 1 بس على سيارات كهرباء، وغير قصص يعني مع ريد بول وهيك. بس توصل لمحل عم تعطي 20% من قدر تعطيه وتتفرج حواليك انه تخوي ليش انه انا قادر اعمل هول وهول وهول وهول. طب اعطوك اياهم بالال بي سي اللي ما كانوا موجودين بالام تي في؟ باللي موجود بال بي سي عم تكون كل شيء يعني مع خالد. بالال بي سي في انت وخالد مجاز، وجهه تحيه، وجهه تحيه كبيره بجنن خالد، ومعنا منى يعقوب كمان باسم الرياضه. خي بال بي سي مش قصه كل شيء متاح، بس انه بدهم يشتغلوا، بدهم يحسنوا. بياخذوا كل شيء او سيريو، يعني بفوتوا بادق التفاصيل. يعني انا اول فتره يمكن بقول لك انه مش انه انزعجت، بس ما بدي هالقد انه انا ما حدا كان دخل بشغلي مثلا بام تي في، سلموك هذا الشيء خلص. اذا في مشكله صارت بده يحكوك. لا بال بي سي كثير دقيقين، بيدخلوا بادق التفاصيل، وحتى بالروبورتاجات الاخبار بدهم يشوفوا قبل ما يطلع على الهواء ويتاكدوا بالجرافيكس. كثير في دقه، كثير في متابعه، هذا الشيء متعب صراحه. اصلا بس كانت حلوه شفناهم وقت تغطيه كاس العالم للباسكتبول، شفنا التغطية. أنا طيب. بسنة شرب اللي سافرت مع الـ LBC شي 6 سفرات. يعني بين بطولة العالم والويندوز اللي صاروا بفلبين وبنيوزيلند، ورحنا أكيد على جاكرتا، رحنا على أبوظبي كمان لو ركبنا المنتخب ببطولة ودية هناك، وغيرها من الأمور كمان. طيب كان نقلت على الـ LBC، بعدين شفناك عم تعلق على الـ SBI. صح، في عالم تقده لانه جاي من بعد وليد دمياطي. وليد تعرف يعني وليد هيك كاركتيره التعليق كان مهضوم، يعني احلى زلمه وليد. ففي عالم هيدا علقوه، وهلا قلبي اس بي اي سكره. لا شو وضع الاس بي اي؟ بعدنا اول فتره اكيد بده ينتقدوا انه طبيعي عم شيء جديد عم بتشيل، مش عم بتكون محل وليد. صحيح وليد ما بدنا نقول شغله انه صراحه اكل ضرب، يعني تحكيك اياها من الاخر. ليه وليد؟ كنت انا بشتغل انا وياه باسكتبول بي اس بي اي، اوكي، بعمل برنامج اسبوعي وهو بيعلق. ايه وكنا السنه اساسا نعلق انا وياه. راح اجاه تشانس يكون مدير فريق دينامو. ايه صحيح. شو صار بدينامو؟ فرض كان اوريدي ركب التيم وبلشنا تو ليت. بس وليد صديق ومن اهضم المعلقين. بتحب تعلق؟ ايه عن جد؟ ايه بحب اعلق. طيب مين فريقك المفضل بالباسكت؟ ما تحرجنا هلا. لا انه عادي انه في ليك راح اعطيك سكوب شغله ما حدا عارفها بعد اللي هي بالزمانات.
بالزمانات يعني عم بحكيك كان عمري 17-18 بهاي الفترة هيدي. كنت بيك فان لنادي الرياضة. جد؟ كنت حاطط علم نادي الرياضة على بالكون اوتي بجونية. ايوه؟ ايه والله. حلو. مرة اكلت بيض على البالكون. شو بك انا؟ تعرف ايام الرياضة يعني وتضامن يعني هونيك هونيك مقطع. هيدا ما حدا بيعرفها عن جد ما حدا بيعرفها، كثير بيتهموني اني مع الحكمة وانا انتبه هلا محيد ومن زمان بس خلص بس واحد يكبر محيد لأنه كبرت أو لأنه صار عندك علاقات مع الكل غير بس هيدا النقطة مهمة غير بس التعليقات إنه واحد بيكبر خلص إنه شو بدك شيء لوكل بدك تشجع حدا على حدا يعني إنه معنا حلوة معنا أكيد يعني بس يلعبوا رياضي برا بتعطف معهم كتير بس كبطولة لبنان مثلا الحكمة اليوم كتير أصحاب ما هيدا قصدي إنه مثلا شوشي لما تصير أنت أصحاب مع لاعبين وبالحكمة وبالرياضي وبالشانفيل وهيك انه ببطل عندك أكسر. هيدا يمكن تحيز يمكن بضله بس انه قليل يعني اكيد لا بخف كتير 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 يعني بس كان اساس كنت حب تحب الرياضه ايوه دائما بحب جمهور الرياضه يعني هلا عن جوش ما راح تسمع ابدا اسمع ولا كلمه بعد سيئه لا في عندي اصحاب كتير يعني واكثر صراحه اكثر اصحاب لي كلاعبين هن بالنادي الرياضي النادي الرياضي ايه يعني من امير ل وائل لهايك لكريم لعلي خمستهم يعني اللي بالمنتخب على علي اللي بالمنتخب طيب مين افضل معلق كره قدم بالنسبه لك كره قدم لبناني لبناني ايه ولا عم تحكي على صعيد نحكي اثنين لبناني وعالمي ليك منه هون هلا صار بقبرص مدير بالاف جوزيف ابي شاهين يا ويلي جوزيف, إيه جوزيف. لازم يكون عم بيعلي على على اهم مباريات بي ان سبورتس كمان عن جد جوزيف بتذكر قطع فتره على الاي بي سي صحيح مدرسة كان تعليقه سريع سبيسيال. سريع حماسي معلومات خزان معلومات رائع وعالمي في حدا معين بحب فارس عوض على صار هلا اس اس سي وفهد العتابي ايوه فهد العتابي كمان شو بيقول يا الهي وزع لا هيداك رؤوف خلاف رؤوف خلاف رؤوف نقل من بي ان صراحه اني يعني نفس الشيء بالنسبه لي انا مش عم بقدر اميز بيناتهم افضل معلق باسكت وين لبنان ما بعرف برا صراحه ما بعرف حدا انت بتعرفه الان بي اي هون لا اكيد رح تقول لي حدا بالان بي اي بعدين لا عم نحكي معلق باسكت اليوم مع احترامي لغياس اكيد شاطر كثير بس انا بشوف بغير محل اشرف سماره صراحة هلا بيقولوا انه ولو عم بفضل الاردني على اللبناني بتقلكم شغلة اليوم اذا حدا مثلا كان من جمهور برشلونة اخي وسالوه اسباني يكون واحد اسباني من جمهور برشلونة مين افضل لاعب برشلونة ايام ميسي راح قال له ميسي محل ما يقول شافي او انيستا بيكون كمان عم بيقول شيء غلط يعني طبعا عم بقول اليوم اللي شفته واللي بحضره واللي بحب احضره وبحب اسمعه واللي بتعلم منه كمان هو اشرف سمارة لانه كان لعيب باسكتبول سابق لعيب منتخب اردن اكيد وبعيشها بشكل رهيب وصوته كثير عنده ليفلز بصوته بيطلع بينزل فيهم ما بيزهقك مش على فرد ريتم دائما بس تكون مونوتون انت على فرد ريتم خلص بتعصب اذا عم تحضر او بتوطي الصوت لا اشرف يعني اوكي يعني شو بدي اقول لك بس انه واضحه ليش فلتنا الام تي في لا 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 افضل اعلام وحياه الله ما كثير كثير شاطر والله ما بقول شيء بس انا هيدا رايي الشخصي تحيه لاشرف ولا لغياس اكيد افضل اعلامي رياضي ليش يا خيال اسئله شو افضل اعلامي رياضي كيف بدي احركش فيك شو افضل اعلامي رياضي اعلاميه رح اهرب اعلاميه جايه الخوري جاجا اوكي بس جديد شوي لا ايه بس بس قول ما في كثير اصلا اعلاميات اشتغل على الرياضه ما هيك كثير حدا سيريو بالشغل بيطور حاله دائما ما بقول لك هلا انه جاجا بتقول منا اكسبرت بكل الرياضات اليوم يعني بس تاخذ تعطيها شيء تعطيها تاسك معين تعمله وبتشتغل عليه مزبوط يعني والدليل برنامج البودكاست اللي بتعمله منه هين بتجيب اسئله كثير كثير حلوه يعني. انا حضر لها كذا حلقه اعلامي شاب مين بدي اقول لك علامه في كثير شاطرين في مثلا خالد مجاعس اكيد أوكي. اللي كمان بحبه كثير وبتعلم منه والله خالد خزان معلومات والله من زمان لليوم في بالام تي في في زملاء في شرب الكريم في عماد ابي هيلا اسماء قديمه ما بتذكر اسماء حدا. قديمه مين بدك فرانسوا حبشي مثلا كان بال بي سي فرانسوا ويلي فرانسوا كان في وديع عبد النور في اللي سعاده وديع دكتور جيل دكتور جيل التقال اذا بدك اول شيء لا كمان لا تقال كانوا بعتقد سوا اللي سعاده
الي سعاده كمان صحيح تقال الي نصار الي نصار ما فينا نزعله ابن البيت اكيد بنحضره دائما كمان انا سالتك انا جاوبت عنك ايه انه سالتك سؤال جاوبت لا بس انا فكرت انت من الجداد يعني من الجداد مين خالد ما له جديد خالد انه ايه خالد عتيق وبعده عم بيقولوا لي خليه يحكي مين بدنا مين بدنا لا انه هو هون يعني اللي سميته طب ليك شو الفرق يلي لمسته انت بين ال بي سي والام تي في خلينا نحكي شوي هلا لانه عندي لعبه هلا بين ال بي سي وام تي في انا وياك ليك بشوف هيك الام تي في بيتي ما راح اقول شيء برجع بقول لك عن جد 13 سنه حلوين بس الفرق انه ال بي سي بيركزوا كثير على لك ادق التفاصيل يعني من اداره الاخبار من ست لارز العمر جهله تحيه لا شيخ بيير الظاهر لابنه كمان طب شيء منيح تفوت هلا التفاصيل بتصدق اول فتره كنت عم رح اقولها اول فتره انزعجت عن جد انزعجت وهن لاحظوا لي هونيك يعني بس بعدين مش معود بعدين طبيعي. بعدين وصلت لمرحله لا انا عم بتعلم عم برجع اتعلم يعني كل كلمه بدك تقولها انت بالريبورتاج او بدك تشرح عنها بده يكون في شيء فيجوال عنها مش انه تحط شو مثلا لتسي عم تحكي عن شيء تحط شو صوره جنرال ال في او تقعد تحكي النتائج لا كل حدا عم تحكي كل كلمه عنا بدك تشوف فيجوال عنا اذا مش فيديو جرافيك اذا مش جرافيك شيء نوت معينه محطوطه هيدر معينه كثير دقيقين اصلا تحيه للال بي سي يلي ما عندهم عقده انه يطلع حدا من عندهم على محطه ثانيه هاي لطشه هاي لطشه لحظه انا قبل بقول لك ايه انا حكيت مع استاذ جوي وقلت له انا طالع على الاو تي في قال لي ما في مشكله بقول لك هيدي لطشه لغير لا مش لاي بي سي لغيرها طيب هات نلعب لعبه انا وياك يلا انت بتحبهم هون طيبه هالقهوه ها طيبه صحتين لعبه اللوح ايه حضرتك مع ناتالو ناتالو ايه قتلت هم بس حضرتك صراحه لا ولو عادي عادي ايه عادي عادي هات نلعب احنا طيب. لعبه اسمها ال بي سي ام تي في يا عين بلشنا طبعا رح ترجع على المحطه هلا بعد هيك. حلقه ثلاثه رح ضل بالمنال الحر بس اترك اللي عليه شوفه وين انت رح تكتب رح اكتب ورح افرجيها على الكاميرا اثنين اوكي وين الباسكت احسن على الام تي في او على ال بي سي ال بي سي اكيد خلقت زلمه اللعبه بلش وين بلشت انا بدي احركش هلا يعني مش ضروري يكون جوابي وين 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 الباز صح بس عم شوف تقنيات حلوه جديده على الام تي في فيك تشوفها فينا بس ما شفناها بس راح تشوفها بمباريات منتخب لبنان وشفتها يعني ايه. تقنيات شو ما جرافيكس و جرافيكس و مسابقات و انتبه المخرج جورج خليل شابوه مش كان بال بي سي قبل صار بام تي في جورج مو لا اكيد جورج اللي عم بيعمله كمان شيء كتير حلو بس بتقول لي برافو عم بيجيبوا سبونسرز على الشوطه من نص الملعب صحيح. على السكورينج على الثري بوينتس اللي بحط اكثر ثري بوينتس في جايزه له يعني هو حلوين كمان بيحلوا 100% هو بيعطوه كان طيب ايه؟ ماشي الحال مارسيل غانم او ماريو عبود يا زلمه لا اكيد راح اقول انتوا بعرف رايكم لا غير انه هيك ماريو حدا بجنن مع احترامنا لمارسيل اكيد اللي كمان طب مش ضروري تبرر مش ضروري ما بدك تجاوب بس انا لا ماريو اكيد ماريو بحبه كثير لماريو طيب طار الوقت شو اسمه جون اشقر او هشام حداد بلشت طلع جون اشقر وهشام حداد اخي تما يقولوا تما يقولوا بس لا هشام انا بحبه صراحه لما كان ال بي سي وانا ام تي في كنت حبه وهلا لما نقل ام تي في وانا صرت ال بي سي نقلنا باي ذا واي بنفس الوقت تقريبا انا التقيت انا وياه قال لي شو يا اخي لا تبديل شيت انا رحت انت اجوا الملاكي بلوا الشياطين لا هشام بالعكس قصدي جون ما انتبه يعني انا ماني فان للستاند اب كوميدي ابلش من هون والله كان في عندي سؤال بعد يعني كان بده يكون حدا بده يكون حدا كثير قوي تقدر احضره عم يعمل ستاند اب مثل جنيد زين الدين مثلا جنيد لقيه توب بهيدا الشيء او فادي العايدي اللي هو الاستاذ فيهم طب اخر سؤال
هات مره رح اغير مش قلبي مش قلبي سي ام تي في. طيب هشام حداد او شرف ابو انطون؟ اذا بدي فيلم من هون اكيد شرف ابو انطون. شباب عليه الامان عليه الامان. لا بتعرف قد ايه بحبك والله. ثانك يو حبيبي عم بمزح انا بس هيك قلت انا بحركش فيك زياده. الباسكت بلبنان لقدام او لورا؟ الباسكت بلبنان طالما في اتحاد عم يشتغل بهالطريقه بتصور اكيد لقدام. لقدام؟ اكيد لقدام، بس بدك يضل البريزيدون حلبي والمات الشرب رزق امين العام كمان عم يشتغل شغل كثير كبير مات الرزق وكل الاتحاد على كل حال يعني عم بيقوموا بعمل ممتاز. هلا في بعض الانتقادات بتصير على توقيف لعيبة توقيف جمهور وبتعرف ما حدا بيعجبه العجب اكيد. بس اذا استمر اذا بعد له خلق بريزيدون حلبي يضل بتصور اكيد لقدام. بس نتقدم لقدام شارب اللي بدنا نلعب بليفل مع ليفل اعلى من هيك. ما بقى لازم نلعب نتكل بس نلعب ضد فرق اسيويه وعربيه. طب اللي صار بدبي انت كاسر الباسكت اللبناني؟ انت كاسي انه بس الرياضي قدر يوصل ويعمل نتيجه؟ مش بس مش قصه قدر يوصل، اكيد بالنهايه في فريق بده يربح، فريق واحد بده يربح، بس انه شفناهم يعني انه يعني بيروت حتى بيروت اللي يمكن يوصل او اكثر واحد شوي لقدام وهومنتمن وحكمه يعني ايه انا صراحه يعني عم تشوف عم بينافسوا فرق انه صراحه بحياتنا ما كنا نعتل همهم خاصه الفرق العربيه، ما في غير الفريق اليوناني اللي كله اجانب اوكي الفريق الفلبيني سوري فيلبيني انا تفاجأت مثلك بتوقع كنت قبل نشوف اذا بدك فريقين اتليست او ثلاثه بالفاينل فور للبطوله هيك كنا نشوف هيك كنا نشوف قبل توقعت بيروت يعمل نتيجه احسن لانه بلش السيزون بشكل ممتاز ربح بطوله الانديه العربيه بقطر ومعه لعيبه بيروت مستغرب المستوى ومعه كوتش انا بحبه شو حتى نحكي شوي هيك عن الفرق ايه. انا وياك بيروت خلينا نبلش بالرياضي فريق ستيبل بلش مثل كل سنه الرياضي ببلش شوي هيك في جو ونزول بيرجع بيرجلج صح فريق ستيبل انت بتوافقني اكيد ستيبل لا ستيبل اداره ستيبل والفريق بيركبوه بيعرفوا من قبل بسنه انه انا بدي هول لعيبه اول حدا مضى خماسي الليست اي عنده هو حاج مازن طبارة وهن مع بعض صاروا مده كمان في يعني احلى منك معودين على بعض وفي روح حلوه بالفريق مش انه انا في انا بالفريق ما في منه يعني وائل اليوم عم بيلعب اكثر جماعي بتشوفه بالمنتخب اوقات بحط لك 30 نقطه بالرياضي رول تبعه مختلف اكثر عندك اجانب بليفل ما ضروري حتى جيبوا اجانب بليفل كثير عالي الرياضي يعني هلا فاينل فور كل شيء رح يتغير هلا بعدنا عم نحكي ما نحكي على السيزون فاينل 8 بس بكره اكيد قبل الفاينل فور رح تشوف تغييرات ينزل المصاري ينزل المصاري يلا تنزل لانه بيكون خلصت السيزون كمان ببعض الدول المجاوره لانه هلا صعب تلاقي لاعب سوبر اجنبي تقدر تضمه يعني كله ماضي اكيد بدك تنطر شوي للسيزون على اخر طب احمد فران مين احسن كوتش بالنسبه لك؟ اوه شو بدك فيه هلا تسال السؤال هلا احسن كوتش يا اخي انا بحب ثلاثه جاد الحاج احمد فران جو غطاس وحدا منه اخذ حقه كوتش باتريك سيبا جاد الحاج ما ذكرته جاد الحاج قلت لك بلا جاد الحاج احمد جاد الحاج احمد فران وجو غطاس اوكي هلا بدك تقول لي مين احسن بيناتهم انا عندي عاطفه اذا بدك اكثر على جاد لانه وكبت المنتخب صار لي سنه وشوي بال بي سي ودائما عم كون مع المنتخب اللبناني وكان عندنا سفرات طويله جدا معهم جاد رغم الانتقادات اللي تعرض لها بالفتره الاخيره مع الحكمه مدرب اكثر من ممتاز بدي كمل شوي على السريع لانه بلش الوقت يخلص انا وياك الحكمه شفناهم كثير متراجعين هلا في تسريبه اكيد سمعتها وقتها كان عم بيحكي غياس وعم بقول انه ما في لعيبه هيدا هلا في منهم ايام والايام منهم كانوا عم بيحكوا مزبوط وخي ما في كمان كل سنتين تعمل اداره جديده يعني فالحكمه رح يشد حاله تعتقد اكيد شفنا اخر رياكشن لانه بماتش وصل ضد الاتحاد الحلبي بس الاتحاد الحلبي سادس يعني ترتيب يعني مزبوط الحكمه بده تغيير اجنبي عم بيعملوا تغييرات على صعيد الاداره جابوا جون عبد النور مدير فريق اللي مشان بدر مكي رجعوا كمان لجنه كره السله اصلا ما فيك تعمل غير قصه اجانب ما فيك تعمل بس اليوم اذا بتجيب اجانب سكوررز
مثل جيبسون مثلا، تجيب حدا سنتر سكورر فعال وجهه على السله ظهره على السله يلعب ان اوت، كثير رح يفيد الفريق. سنتر يتحرك اكثر، مش سنتر بس شغلته يجيب ريباوندز ويعمل بلوك شوتس. مش اسان جاي لا اسان بعدين صبر عليه صار سكور ايه يعني. بس انه يعني بدك حدا يلعب كل شيء يعني ستيل. اذا بدك سبيلمان، مع انه اجى سبيلمان اوفر ويت على المنتخب وكثار انتقدوه، بس انا بلاقيه بيروت كثير منيح. بيروت بيروت معه لعيبه يعني، بيروت ما قال كلمته بعد حتى الاجانب تبعوله هلا منهم بالذات المستوى، بس انه عنده اجانب. بيروت ما قال كلمته بعد، وبيروت قادر يربح بطوله. بيروت قادر يربح بطوله السنه. شو المشكله؟ في كل فريق عنده ابس اند داونز يعني، بس اذا بتشوف كيف بلش بيروت السيزون بتقول ما حدا حيوقف 100%. ما هيدا هيدا الغريب، يربح اول فرقه العربيه ببطوله الانديه العربيه بقطر عادي يعني. ما ناقصه شيء بيروت. في ابس اند داونز قلت لك بتصير مع كل نادي، مش بس بلبنان، بالعالم كله. اذا بجيبوا اجنبي بعد ثالث كمان سكورر ابو ضاي بيساعدهم. كليف كثير منيح كمان، وتاكر منيح بس يكون اكيد ان شيب وعم بيلعب منيح. لا ما ناقصهم شيء. شو علي حيدر، سيرجيو درويش، سيرجيو اهم لعيبه بلبنان. علي مزهر وان اوف ذا بيست على المركز صناعه الالعاب، بس لاعب سريع ذكي على الملعب كثير. جان مارك جروش شوتينج جارد. لا نعيم رباي كمان بيساعده لعلي تحت السله كلبنانيه. وللاسف لو إليشا معون اكيد ما كان بدي احكي. كان في عندي كثير اسئله بعد يعني، بدي احكي بعد عن شونفيل. شونفيل بتشوفه فاينل فور او هومت من؟ اوه رح تكون معركه كبيره. انت بتحب شونفيل؟ ايه بشوفك دائما بلعب شونفيل. معركه كبيره، وكوتش صباح خوري عم يعمل شغل ممتاز. عن جد منا هينه. هلا بيقولوا اوكي معهم ثلاث اجانب على الملعب ومستفيدين. صحيح. طيب بس اوكي، في كثير انديه كمان غير شونفيل مع ثلاث اجانب على الملعب، ما عم تعمل الشغل عم يعمل شونفيل يعني. ومعهم جافين بليك اكيد عم بيكون كثير منيح السنه مع. طيب مثل ما قلنا نحن هلا بهالويك اند في عندنا ويندو. بتعتقد حكوا عندنا فوزان؟ ايه. انت رايح معهم؟ ايه رايح معهم على الشام. بدك برازه؟ بدكم فيزا؟ بدك برازه؟ بدكم فيزا؟ لا بطلع على الهويه. شو صار معكم باستراليا؟ يا ويلي يا ويلي، بقى مش باستراليا، كنا جايين، كنا بنيوزيلند، كنا بويلينغتون بالعاصمه، وجينا طياره على اوكلاند مدينه ثانيه بنيوزيلند تنرجع وقتها من مباراه منتخب نيوزيلندا. رجعنا على بيروت، كان عندنا ننزل ستي ساعتين ماشي باستراليا، ساعتين ما عارفين انه بدنا فيزا ترانزيت، انه خلينا نازل باقي بالطياره انت، او بتطلع من المطار بس بتقلب بتغير طياره بتضل بالمطار. جينا تنفل من اوكلاند، شباب ما فيكم تفلوا، بدنا نعبي وراء، يمكن ضل يومين بعد زياده باوكلاند. طب عندي خمس اسئله على السريع بدي اسالك اياها. يلا رح اقعد حدك. مين اقرب لاعب لك من لاعبين الباسكت؟ اوف، امير سعود. امير سعود، تحيه لامير. بعد ما تزوجت، لانه غير ما لقيت بنت الحلال. لاني مني مزعوج من الوضع. عن جد؟ ما بتحب تزوجت عندك عائله وهيك؟ وتروح انت تروح انت وابنك او انت وبنتك تلعبوا باسكت اكيد بحب، اكيد بحب، بس ما عندي عقده انه لا ضروري اتزوج. يمكن ما اتزوج، يمكن اتجوز. اوكي. مين الرياضيات او مشاهير بتحب ترتبط فيها؟ شو هالسؤال يا شباب؟ شو هالسؤال؟ لا برا 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 برات برات لبنان. هيك ما رح تسمعك. هلا اذا في بلبنان قل لي. ضروري تكون رياضية يعني؟ لا فيها تكون مشهورة. فيها تكون مشهورة. دواليبا. دواليبا؟ عن جد؟ كثير ستيلي. دواليبا منيح، غيرتهم جديد. الله مع دواليبا. غيرتهم جديد دواليبا. مين أكثر شخص ضايقك بالوصف بمسيرتك الفنية؟ فن رياضية. الرياضية سوري، أنا معود على الفنية. حدا مش بلبنان. مدير رياضة بقناة عربية، كنت رايح أنا ب 2015 على هيدي القناة. وهو اللي حركش وعرقله وما خلى. ليه؟ لانه بكل صراحه بقول لك اياها احسن منه بكثير، وما بيعرف رياضه، وعم بفشل اسم الرياضه هونيك بهالقناه. اوف. بالامارات تحديدا. اوكي بدي اسالك لو معي وقت، بس ما معي وقت. اخر سؤال بدي صوره هذا نزله السوشيال ميديا. مين من الوسط الرياضي معك رقمه؟ رقم تليفونه. بس تتمنى لو ما معك رقمه. طب بدي احكي لك بدي هيدا. بتمنى لو ما معي رقمه؟ ايه. اصلا ما بحكي لو بدي يعني. انه ما بتحكي. ما بدي اسمي اسامي هلا. واحد عم نعمل اسم واحد. مين في الوسط الرياضي كله؟ بالوسط الرياضي
والله ما في حدا انه ما في حدا في هيدا. لا والله تقول لك انه في ناس ما بحكيهم ايه ما في محكي انا وياهم ايه. ما في محكي. في حدا زعلان إيه. منه انت بالوسط الرياضي؟ ايه في مين؟ مكتور حدا واحد كنت زعلان زعلت انا مره انا وحدا رجع مش الحال صراحه انا وياه. هو حدا مين؟ ما بدك تسمي؟ بلا اسامي. طيب انا بدي اشكرك جورج حبيبي. ثانك يو على الحلقه وثانك يو على الشيرت على اثنين شيرت اثنيناتهم. ثانك يو لكابيلي عن جد اللي حكيت تحية انا لشربيل كمان سمياك. اه والله سلم لي عليك. قلت له طالع ضيف معك و بس انا خايف جيب لي هديه دغري بردها على كعبه. اوه ثانك يو لك هديه من كافي لوكس كمان. ثانك يو ثانك يو سو ماتش. ثانك يو لكل المعلومات عن جد كان عندي كثير اسئله كنا في اشي بس مع الشير تستاهل حبيبي. وزع على ال بي سي. رح نوزع نحطهم ال بي سي هول خلص. ثانك يو بدي اتشكرك حبيبي انا كمان. يلا الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي ضيفتي اعلاميه اشتقتوا لها صار لها مده غايبه عن الشاشه وتحديدا عن شاشه تلفزيون لبنان. ضيفتي الاعلاميه ندى صليبه. ضرونا